السلام عليكم. حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه بحري من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 50 كم/ساعة، وأضاف نفس المصدر أن البحر سيكون مضطرب وعلو الأمواج يتعدى 3 أمتار إلى غاية فجر يوم غد الاثنين. أما السواحل المعنية هي كل من مرسى بن مهيدي، الغزوات، بجاية، جيجل، الزفون، دلس، الجزائر العاصمة، وهارون، تنس، مستغانم، أرزي، وهران، وبني صافة، والله أعلى وأعلم. فيرجى أخذ الحيطة والحذر.